وطن ما لك خلق ليش؟ اسم الله يا وطن ما لك خلق ليش؟ ازمة مو جديدة عليك وتعدي، يا أغلى وأعز من أهلي والناس، يا أغلى وأعز من أهلي والناس، في الدول حضرتك يرحول لك ولدي، يا جنة عدن بعيوننا شما صار، يا جنة عدن بعيوننا شما صار، رغم ما وضع أمنك باقي متردي، رغم كل الفتن والموت والإرهاب، رغم كل الفتن والموت والإرهاب، بس بعيوننا نشوفك حلم وردي. لو مرة شفت بعيونك دموع، لو مرة شفت بعيونك دموع، نشوف الدموع عينك كلهم بخدي. اضحك اضحك لا يهمك وضعك بيوم، اضحك لا يهمك وضعك بيوم، اذا رايد فرح انطيك من عندي. يا حسبة كبيرة ببالي ما تروح، يا حسبة كبيرة ببالي ما تروح، تاخذنا تظل ببالي وتودي، يا مركز ثقل يا معدل انت الكون، يا مركز ثقل يا معدل انت الكون، تظل قائد الدنيا وانا لك جندي. عوف الراح كله، عوف الراح كله، المهم عدنا الجاي، من جدة وجديدة وياك خل نبدي، من جدة وجديدة وياك خل نبدي. أعزائي المشاهدين أهلا بكم. أحزان الإنسان العراقي معروفة منذ الأزل، حتى غدت الأحزان طبعا مميزة لهذا الشعب اللي عانى ما عانى من ويلات وأزمات، جعلت كل من ينتمي للعراق عزيزي المشاهد حزينا، من الأغنيات والقصائد إلى الحياة اليومية بتفاصيلها. حتى قيل من باب النكتة السوداء أن جميع الناس انخلقوا من ماي وتراب، إلا العراقي عزيزي المشاهد فقد انخلق من تراب ودموع، يبدو حزينا أن الأحزان عزيزي المشاهد ارتبطت بالإنسان العراقي، وعلى ذلك أدلة عديدة، منها ملحمة قلقامش والبكاء والحزن اللي أبداه قلقامش على صديقه أنكيدو، والملامح المتتابعة من الحزن والأسى، وقد أفصحت لنا البحوث العلمية أن أسباب هذا الحزن تبدأ من الحوادث اللي مر بها البلد، ومن الفيضانات اللي أخذت الأحبة من أهلنا ليبعثوا لهم الدموع والأسى أغنيات حزينة. لذلك كان الماء الذي يرمز للعطاء والحب يهدد حياتنا وياخذ أبنائنا، يصيبنا بالخوف، هكذا جاءت الأمطار عزيزي المشاهد. كنا نتمنى الأمطار ونصلي إلها صلاة الاستسقاء، لكن عزيزي المشاهد جت بقسوة، أصابتنا بعمق ودخلت إلى البيوت، دخلت إلى نومنا وجلوسنا، انتلفت أشياء عديدة وتحولت مناطق السكن إلى مستنقعات مائية بعد أن طفحت معها المياه الثقيلة، فانشلت الحياة وبدأ البؤس يطل على أبناء شعبنا من نافذة جديدة. فيضانات حولت عزيزي المشاهد المدن إلى مناطق منكوبة، وجعلت الناس يزدادون حزن وأسى، هم يشاهدون حاجاتهم تطفو على الماء ولا من مغيث. طبعا حتما هو المطر خير، بس بسبب سوء تصرف الإنسان وسوء تصرف البشرية أصبح شر علينا. هجار مسددة كلها مسددة. وين أروحان؟ فدوى لعيونكم، وين أروحان؟ أرقاني طرف لا عدتي ولا شاعدتي ولا عدتي فتان لا عدتي وراني مريضة صدر وحطت ما بيا. بس المي هذا سوونا شارة إليه، يعني وطق المجاري المي، المي المجاري طبعين البيوت. عزيزي المشاهد، هذا اليوم لا نسعى إلى توجيه اللوم إلى أحد معين أو إلى جهة محدودة، فالقضية ليست مزايدات ولا إعلانا ما، بل هو موضوع إنساني عاني أهلنا، ونحن في طيبة أهلنا كما عودناكم دائما مع أصل المعاناة نسعى لفتح نافذة العطاء والأمل من أجل حل كل المشاكل اللي يعانيها الناس. طبعا حتما هو المطر خير،
بس بسبب سوء تصرف الإنسان وسوء تصرف البشرية أصبح شر علينا. هجار مسددة كلها مسددة. وين أروحان؟ فدوى لعيونكم وين أروحان؟ أرقاني طرف لا عدتي لا عدتي بس المي هذا سوونا شارة إليه يعني وطق المجاري المي المي المجاري يطبع عينا البيوت أعزائي المشاهدين، يقول السياب: أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟ وهو قول فيه تشاؤم لكنه مأخوذ من الواقع اللي نعيشه نحن ووضعنا مشابه له، لأن المطر ولد مأساة على العكس من كل دلائله في ثقافتنا ومعلوماتنا. وقد حمل الناس الذين عانوا من سقوط الأمطار على مناطق واسعة في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى الفساد وانشغال بعض المسؤولين بإرضاء خصومهم بالتسبب في فيضانات، وهم محقون طبعا، يطالبون عونة وموقف جاد من الجهات المعنية التي يجب أن تؤدي واجبها على أكمل وجه. أعزائي المشاهدين، هل نقول اسقط يا مطر واغسل زيف الوجوه التي تحاول أن تتجمل على الناس المبتلية بالأزمات التي لا تنتهي؟ طبعا حتما هو المطر خير، بس بسبب سوء تصرف الإنسان وسوء تصرف البشرية أصبح شر علينا. هجار مسددة كلها مسددة. وين أروحان؟ فدوى لعيونكم وين أروحان؟ أرقاني طرف لا عدتي لا عدتي وحطت ما فيا. بس المي هذا سوونا شارة إليه يعني وطق المجاري المي المي المجاري يطبع عينا البيوت. أعزائي المشاهدين، ضيفنا اليوم هو المعني الأول بسهام النقد، وهو المسؤول المباشر الذي تحمل ما تحمله في هذه الأزمة. سيكون معنا ومعكم لنفتح نافذة الحديث معه عن ما حصل في بغداد من فيضانات وعن موقفه وموقف الأمانة والتي أصبح مؤخرا مسؤولا عنها. نرحب بالأستاذ نعيم عبعوب أمين بغداد الذي لا نفاجئه بالتقارير وأصوات الاستغاثة اللي رصدها برنامج طيبة أهلنا. نتابع لقاءنا مع السيد نعيم عبعوب لكن بعد الفاصل. مشاهدينا، كما تحدثنا أنه ضيفي هذا اليوم أمين بغداد السيد نعيم عبعوب. أهلا وسهلا بك سيد نعيم في برنامج طيبة أهلنا. خلينا نشوف نداء العوائل العراقية ونبدأ حديثنا. أهلا وسهلا بكم. خلينا نشوف يعني سياراتنا عطلت، شغل ماكو، العالم تبهذلت فدنا وبيوت وقعت يمنا هناك منطقة الشعب زين، والعالم هل ده شوفها قدامك حيل متبهذلة في هالشوارع هاي. والله الحقيقة الأمطار يعني أكثر من قابلية المدينة والشوارع والبيوت، يعني هاي منطقتنا، أحكي لك على منطقة القادسية ومنطقة اليرموك، وأنا أسكن بحي النفط. يعني البارحة الأمطار الغزيرة ما استوعبتها لا المجاري ولا استوعبتها المضخات ولا استوعبتها يعني أمانة بغداد. يعني المي البارحة طب للغرف وللحدائق، وإضافة إلى أمطار المياه. طبعا حتما هو المطر خير، بس بسبب سوء تصرف الإنسان وسوء تصرف البشرية أصبح شر علينا. إضافة إلى الأمطار أنه دخلت البيت، المياه الآسنة الثقيلة عن طريق مجاري البيت بدأت تدخل ترجع بكفاير علينا. احنا على الفيضانات، يعني الفيضانات دمرت بغداد وأذتنا احنا خاصة، يعني الشعب العراقي فقير من كل النواحي فقير، يعني الفيضانات بمناطق فاضت حيل. يعني نطالب الحكومة، نطالب أمانة العاصمة أن تسحب هذه المياه، لأن المياه دمرت الناس وعوائل فقيرة، أنه البيوت سقطت فوق راسها، ونطالب رئاسة الوزراء أن يسحبون الماي. يعني الناس تأذت حيل، تأذت الناس خاصة احنا الناس نطلع على باب الله تأذينا حيل. والله هواية مطر غاطين، كنا شوارع فايضة، لا حد يقدر يمشي لا حد يقدر يطلع. والله هي يعني العالم حيرة ايش قاعد تسوي، غاطة والله العالم باب المطر، لا مجاري اكو، هجار مسددة كلها مسددة، ومن هالشغلات هاي وحيرة العالم قاعدين وساكتين. حاج نعيم، هذا اليوم نتحدث عن الأوضاع
داخل العراق. هذا اليوم ما راح نلوم أمانة بغداد أكيد، لأن الأمطار هي من الله، وأكيد كانت أمطار غزيرة تعرضت لها محافظاتنا العزيزة كلها، بغداد وأيضا المحافظات. أريد نتحدث عن الإجراءات اللي اتخذتها أمانة بغداد لمساعدة المواطن، هذا المواطن اللي يسكن تجاوز أو بالعشوائيات، أو مواطن دمرت كل حياته، الماي دخل لبيته وضاعت كل آثاثه وغراضه وبدأ من الصفر. أريد أعرف شنو الإجراءات اللي اتخذتوها بهذا الموضوع، وهل بالفعل أنه تم سحب المياه من جميع المناطق اللي موجودة في بغداد؟ نعم، شكرا جزيلا أخت هيفاء. في الحقيقة يعني من يجي نتعرض لإنصاف المواطن، طبعا هسه شفت هذا التقرير اللي كان في صحب الحقيقة منصف جدا، يعني يعبر عن آلام واحتياجات المواطن، وإحنا نشاطرهم الرأي ونشعر بآلامهم ويعني معاناتهم. الحقيقة كميات كبيرة من الأمطار سقطت على مدينة بغداد وبالخصوص مناطق شرق القناة، وتم التعرض لها بكثير من القنوات الفضائية، وصارت هناك سجالات إحنا في غنى عنها، ولكن ما يعني يشعر بالارتياح لكوادر أمانة بغداد هو إنصاف المواطن عندما يقول أنه يعني يتبنى أفكار وتبريرات أو إجراءات أمانة بغداد، وهذا في الحقيقة يكون دافع لكوادر أمانة بغداد لشحذ الهمم والعمل سوية من أجلها. أنا أقول أنه صحيح هناك آلام وهناك معاناة، لكن في المقابل أنه أمانة بغداد هي غير مقصرة بالموضوع، والسبب خارج إرادة أمانة بغداد. الله سبحانه وتعالى من على هذا البلد بالأمطار الغزيرة الكثيرة، وهي تحدث في كثير من المدن وفي كثير من البلدان. لكن نقطة مهمة جدا. لكن نقطة مهمة جدا سيادة الأمين، أريد أتحدث، أنتم كان عندكم علم بهذه الأمطار، يعني الأنواء الجوية العراقية حددت أنه راح تكون هناك أمطار غزيرة على بغداد. أريد أتحدث موضوع مهم جدا، المواطن العراقي العام المضى تحمل نفس المأساة، أريد أعرف ليش ما اتخذت أمانة بغداد إجراءات حتى تحد من هذه الكوارث يعني اللي حدثت في بغداد؟ هو أخت هيفاء أنه إحنا لم يعني مو ما اتخذنا إجراءات، اتخذنا كثير من الإجراءات، ولكن هي شدة الأمطار كبيرة. إجراءاتنا بصراحة يعني آنية وحلول وقتية. يعني مثلا إحنا إجراءات أمانة بغداد قدرنا نتمكن من تقليل الفترة الزمنية، يعني بالحسابات البسيطة إذا سمحتي لي في دقيقة واحدة، أنه سقطت كمية أمطار على مدينة بغداد حوالي 50 مليون متر مكعب من الماء مال الأمطار، يعني إحنا قدرنا نستوعبها في مناطق الكرخ وفي مناطق الرصافة. بعض مناطق الكرخ هسه مثل منطقة بلدية الرشيد تمام فيها، لأن هي بها أيضا تجاوزات وبها ضغط سكاني أو بها منخفضات، والمشكلة الرئيسية هي في جانب شرق القناة وخاصة المناطق الجميلة والبلديات والشعب. سقطت بما معدل بحساب بسيط 15 مليون متر مكعب. هذا ال 15 مليون لدينا هذه المنطقة يخدمها خط واحد رئيسي هو الانتي، ما يسمى تسمونه زبلن، هو خط يسمى الانتي، هذا يستوعب 650 ألف متر مكعب باليوم. احنا سقطت 15 مليون متر، اي يعني احنا يحتاج لنا اكثر من قرابه شهر يلا نفرغ نسحب المياه. اجراءات امانه بغداد المكثفه والمتواصله، واستعانينا بجهد وزارات، بالمناسبه هو لو ما هناك كارثه او طاقه اكبر من حجم امانه بغداد ما استعانينا بالوزارات الاخرى مثل وزاره الدفاع او وزاره الموارد. استاذ نعيم، انا بالنسبه لي اقدم، لذلك اجراءاتنا يعني صارت بتقليل المده. يعني هسه احنا صارنا هي المطره عندنا من الخميس، واليوم احنا جايين نصور هذه الحلقه، يعني سبعه ايام بدل الشهر، وسبعه ايام بدل الشهر يعني ممتازه جدا، يعني خلصنا المده الى اربعه اضعاف جهود امانه بغداد. وايضا احب اشكر وزاره الداخليه والدفاع وكل الجهات اللي ساهمت في مساعده ابناء شعبنا العراقي، وايضا بالتأكيد بعض المسؤولين اللي ايضا كانوا لهم مساهمه حقيقية في هذا الموضوع. لكن موضوع الفضائيات، تكلمت أنه بعض الفضائيات استغلت موضوع الفيضانات، وأيضا هناك كان جدال سياسي وأيضا تصريحات كثيرة وكبيرة. أريد نعرف بهذا حديثك اللي تحدثت به السيد نعيم، كنت تقصد أنه هناك فضائيات أزمت الموضوع للمواطنة؟ يعني هو يعني هاي ما يراد لها فد، يعني الجمهور واضح شخص هذا الموضوع. هناك فضائيات حرضت للأسف الشديد واستغلت معاناة المواطن، بدل ما تكون يعني عون المواطن، من الفضائية تطلع معاناة المواطن
هو بدل ما تطلع انه احنا تنقل الشكوى لا باس بها من نقل الشكوى، لكن ليس لغايات تحريضيه على الحكومه او على المؤسسه الخدميه. بصراحه هذا يربك، وبالفعل صارت عندنا يعني في مناطق مدينه الصدر او الشحب تم الاعتداء على كوادر امانه بغداد. يعني المواطن من يسمع انه امانه بغداد غير مكترثه وامانه بغداد ما تقدم جهود وامانه بغداد عاجزه، طبعا هاي يولد احباط للمواطن، وبالتالي المواطن يتذمر من القضيه. انا اقول لك انا متابع الموضوع شخصيا ويوميا نروح انا، لكن كان موضوع الاعلام يتحدث يعني عن الصخره اللي طلعت من هذا استاذ عبعوب يعني الاعلام العراقي ايضا كان يتحدث عن موضوع مهم، هي الصخره اللي امانه بغداد وحضرتك طلعت من بالنسبه لصخره عبعوب كما يطلقون عليها صارت مثل عراقي. طبعا هي صخره عبعوب، هاي صخره عبعوب هي شنو؟ احنا ورا صخره عبعوب لقينا العديد من النفايات تتمثل بأكياس من الرمل وأدوات احتياطية للسيارات وأخشاب وهياكل مبردات، يعني هم مبردة عبعوب وخشب عبعوب وسيارة عبعوب، هي هذا واقع احنا نلقاه. بس للأسف للأسف نقطة مهمة جدا سيد عبعوب، يعني أنا ما أتهم أي جهة سياسية بس أكيد أكو يد خفية، يعني نقطة مهمة جدا كيفة. يعني بس مو المسألة هنا شنو الاستخدامات الخاطئة، التجاوزات يعني للأسف هسه أنا ما أسميهم تجاوز على يعني على ذكر دولة رئيس الوزراء بصراحة أسميهم المضطرين. المضطرين صح هم مضطرين وأهلنا وناسنا ونحبهم ونريد نخدمهم، بس هو أنا عندي نتيجة أثروا على المجاري. يعني تدرين بالشعب يعني أتحدث مسؤول الإعلام تدرين بالشعب 63 منطقة عشوائية على رقعة جغرافية صغيرة، هاي تضغط على الخدمات. يعني إذا أنا المنطقة الحضرية الأصلية لها خدمات مي ومجار وهي بالأصل أصلاً تقاسمت، يعني 100 صار 50 صار ضغط، وهم هذول يجون يربطون بصورة غير نظامية سووا ربطات غير نظامية، فبالتالي يعني خربت عندنا شبكة المجال. أيضاً تحدث مدير الإعلام عندكم حجي عن هناك متجاوزين على أنا أرجوش هاي نقطة نظام ما أريد أسمينا حجي، لأن الأخ أنور الحمداني يزعل من يسموني حجي، مع العلم ما أعرف يعني شو بالإسلام. هناك دعاء يقول اللهم ارزقني حج بيتك الحرام، وها على لسان معصوم، يعني إحنا عندنا كجعفرية مذهب الشيعي لكن هذا لسان إمام معصوم إنه يدعو الله سبحانه وتعالى يرزق حج بيتك الحرام، وما أعرف شو جهات تغار إنه ليش يحجي، ما يعني شنو الموضوع شنو المانع بهذا الحج ما أعرف، فلا تسميني حجي ايه قولي بالدلل يعني سيد عبعوب، ولو عبعوب الحج إيه؟ هي اوقع وكلمه مهمه جدا، نتمنى كل عراقي يكون حج إيه يعني هذا يزعل. انا يعني ادار شعور الاخ انور صديقي واخي العزيز، فما اريد يزعل عليه. نعم نتحول الى السيد مسؤول العلاقات السيد حكيم عبد الزهره، اللي قال انه 4 ملايين من العراقيين اللي عانوا مأساة كبيره بسبب انه 1000 شخص متجاوز على خط الرئيسي الخنساء. اريد اعرف هل 1000 متجاوز بسبب هذه الازمه كلها سيد عبعوب؟ لا هو مو مساله التجاوز، هم شوفي احنا من يعني من شفنا انه مدينه بغداد تحتاج لها المزيد من الخطوط الرئيسيه اللي تستوعب كميات مياه الامطار او كميات مياه الصرف الصحي. بالمناسبه احنا نعاني من حتى بالايام بالظروف الاعتياديه نعاني من طفحات بالمياه الصرف الصحي، لان الشبكه اصلا ما تستوعب. الشبكه قديمه، اخر شبكه عندنا بال 1985 صممت ل 3 ملايين الى 4 ملايين او الى 4 ملايين ونص سوينا تسويه. لذلك نحتاج الى خطوط اللي صممها المصمم الانجليزي اسمه جون هيست بالثمانينات وتدخل الخدمه المفروض بال 85 والمفروض نهايه يعني الفتره الاستيعابيه مالتها لحد 2005، يعني بعد 2005 تتصمم مشاريع. فاحنا يا دوبنا ضفدنا مشاريع ال 2000 يعني لغايه نهايه 2005. هذا المشروع الخنساء الكبير اللي هو يوازي خزبلن واكبر من هذا الخط اللي يخدم ذنيش المناطق الشعب البلديات مدينه الصدر حيور بغداد جديده، من صار ابتدى المشروع حنا الشركه صارت بعض التجاوزات الى ان تكاثرت لظروف معينه صار بعلي 1000
أو 1500 متجاوز، هذول اللي مضطرين ما عندهم سكنات. نعم. يعني لو كانت الحكومة من البداية متبنية قانون البنى التحتية أو متبنية. نعم. قانون مبادرة السكن أو السكن أو ماكو صراعات سياسية، كان ما عندهم صراعات سياسية يعني عطل هذا القانون. صراحة اللبنة الأساسية لخدمة المواطن هو السكن. خلي نشوف هذا التقرير أيضا ونتحدث عن المبادرة الوطنية اللي أنت للسكن اللي أنت رئيسها. أوكي إن شاء الله. بيوتنا غرقانة، ثلاجة لا بقت عندنا، غسالة لا بقت عندنا، صوبة لا بقت عندنا، بيتنا كله غرق. يعني نريد يسوون لنا شارة بس حل هذا المي، كل شيء ما نريد بعدنا بس ساعدنا بالمي هذا. هاي مو عيشة والله مو عيشة، تحاكي الدولة يقول لك والله جبنا سيارات، فتحنا المجاري، فتحنا مي، كل شيء ماكو، لا مي، لا مجاري، كل شيء ماكو. الله وكيلك ماكو صحيات أبدا، ماكو بالجامعة بيتنا عادي، تسأل واحد شوف البيت، أكو أحد بيه، مو طبيت قبل أكو أحد بالبيت، بس أنا جاي أشتغل بالبيت، وماكو أحد وياي، ما عنده معين، يعني هذا البيت شوف الرطوبة، هي عيشة؟ هاي عيشة؟ احنا الناس المالكي، الناس الدولة. ريتهم يجون يعني يساعدوننا يعاونونا يطلع لك سيارات كل شيء ماكو. متجاوز قلت بس ما علت فد يوم، متجاوز قلت بس ما علت فد يوم، ومن عندي أبد ما تطلع العيلة. متجاوز على اليمن على الوطن على الناس، بس قل لي على اليمن روح أوديله، إذا كوخت قصده بس دفعة وشوف، إذا كوخت قصده بس دفعة وشوف، ما يتعبك أبد مهدود حيله، بس اسأل ضميرك من تهدم الكوخ وشوف ابن طفل يستاحش بليله، بس اسأل ضميرك من تهدم الكوخ وشوف ابن طفل يستاحش بليله. قضيت الوقت كل عمر صار وصار، وخادم للوطن ما أبخل الطيلة، شعور بداخلي للوطن بيه اعتاب، شعور بداخلي للوطن بيه اعتاب، عذاب يا وطن من غيرك يشيله، ورغم كل الجروح وضيمي والآهات، سالم يا وطن من قلب غنيل، سالم يا وطن من قلب غني. سيد عبعوب، شاهدت ويانا العوائل اللي دخلت المياه إلى بيوتها. أنت رئيس لجنة المبادرة الوطنية للسكن، نحن أخذنا هاي اللقطات حتى نتحدث عن مبادرة دولة رئيس الوزراء لتوزيع قطع أراضي على الناس المتجاوزين، وأيضا بناء دور سكنية لهم. نتمنى أنه تكون حلول سريعة لهذه الناس، يعني هاي الناس وضعيتهم هم متجاوزين وهم انصابوا بكارثة وهم راحت آثاثهم وغراضهم البسيطة جدا. نعم أخت هيفاء، هذا منظر مؤلم يعني، وهو هذا بصراحة مفز بهاي المناطق، كثير من المناطق، لكن الملفت للنظر أنه يشوف هاي المناطق للأسف إحنا كأمانة بغداد ما نقدر نقدم لها خدمات، لأن هي مناطق عشوائية، مناطق زراعية، مناطق غير خاضعة للتصميم الحضري للمدينة أو التصميم الأساسي، لذلك هي ما مشمولة بالخدمة. ليش؟ لأن هي أصل يعني خلي يسمح للمواطن أنه هي متجاوزين يعتبرون، صحيح صحيح هم ناس مضطرين وموزين، لكن هذا قانون أنه يعني باتر الجهات الرقابية والحسابية تحاسبني أنه من أريد أقدم لها خدمة، بل دائما تأكد عليه أنه لازم تزيلهم، يعني إنسانيا ما أقدر. ولكن دولة رئيس الوزراء بصراحة يعني استنفذ السبل الكثيرة في هذا الموضوع، قدم مبادرات للسكن، قدم مبادرة البنى التحتية، لكن للأسف الشديد الصراعات السياسية والسجالات دائما تبوء للأسف الشديد يعني إقدامه وإصراره أو دفع بهذا الموضوع بالفشل، لأن جهات أنه تريد هذا الموضوع تحسبه إله، وهم يحسبون أنه يابا معاناة مواطن، مواطن سواء كان قدم له هسه رئيس الوزراء نور المالكي أو قدم لسين، إحنا بالنتيجة أنه هذا المواطن راح ننتشل من حالة الضياع والتشرذم والفقر والعوز والمرض إلى حالة حضارية أخرى أصلاً تعكس الواقع المشرق للعراق. يعني أنا من نسوي سين من الناس من سوى مبادرة أو بنبية الواحد، أصلاً عيب إحنا من نطقطق رؤوسنا من يشوفون هاي دول العالم هاي المناظر البشعة والمؤلمة على بلد غني وبلد بنهرين وبلد بأراضي زراعية وبلد بكفاءات وطاقات. لكن مثل ما تحدثت سيد لكن هذا يعني خلي اسمحي لي، هذا الموضوع
يعني هالصراعات هذا واحد يريد يسقط مثل ما تحدث السيد نعيم على الصراعات يعني السياسية اللي موجودة. أيضا شاهدنا بالفضائيات كثير من الناس انتقدوا هذه المبادرة الوطنية للسكن وقالوا هذه دعاية انتخابية، نحن نحتاج هذا اليوم تتكاتف الجهود لدعم هذا المواطن العراقي. ست هيفا أسا خلنا فرض دعاية انتخابية بس تحقق المنشود، تنتشلني فقير ومريض ومعواز ومحتاج لمساعدة هذه المبادرة. يعني هسا خلنا فرض ولو هي ما كيتش يعني والله العظيم أنا رئيس أنت مثل ما سمعت ويانا الفضائيات تحدثت رئيس وبعض السياسيين قالوا هذه، وكان يحضر ويانا وزيرة يعني وزير البلديات مشكور الأخ الأستاذ المهندس عادل مهودر. والله أول كلمة الدولة رئيس الوزراء وشاهد عليه يعني الله شاهد ووزير البلديات انه دائما اخوان ما لنا علاقه بالسياسه ولا الدول الخليجيه ولا لنا علاقه بموضوع الدعايات هاي، نريد نسوي سكن للفقير، شلون نخدم الفقير خليها جانبه، خلي راح يقولون غير حكي وخليها، وانه شلون نوفر سكن. والله يعني احنا نسوي معوقات، احنا نكلجنا نقول لهم احنا نخاف، يقول خلوها براسي، انا اريد سكن للفقير، انا اريد قعال للفقير، خلي استخدم صلاحيتي. سويناها والحمد لله والشكر، وزعنا أول وجبة 1000 قطعة أرض. بس أريد أعرف نقطة، أنا جت انتقادات كثيرة سيد نعيم حول توزيع هذه الأراضي. لا هي تصير انتقادات، يعني أنت تعرف أنه كثير من الناس قدموا بس شكوى. بس خلي أوضح لك، أريد أعرف شون تختارون هذه 1000 من الناس. إحنا شكلنا لجان في دوائرنا البلدية، احنا هاي هسه المنطقه مطلعه عشوائيه، نروح نجرد المناطق العشوائيه ونشوف نسوي واقع حال عليها، ننطيهم استماره هم يملوها على شرط. هي طبعا مبادره دوله رئيس وزراء للسكن تشمل الايتام والارامل والفقراء، يعني ما تشمل الشهداء لان الشهداء عندهم قانون ايضا يحميهم ويوزع لهم، ولا تشمل السجناء السياسيين ايضا عندهم قانون، ولا تشمل الموظفين لان قرار 90 لمجلس الوزراء انه الزم الوزارات بتوفير سكن للموظفين، اذا ذول بالنتيجه راح ياخذون اراضي او ياخذون سكن، راح حصرناها بالفقراء والمعوزين والايتام والارامل، لدينا استماره منمطه للجان. شلون اختارتهم؟ احنا بعدنا شنو؟ سوينا اللجان، اللجان تروح تجرد المناطق وقلنا على شقين، الشق الاول الدور اللي هي متجاوزه او اللي هي مضطرين هذول نجردهم وكل واحد ننطيه قطعة أرض ويشيل التجاوز ماله. الشق الثاني اللي هو مثلا رجل فقير ومعوز وعند أيتام أو أيرامل بس ملتزم ما متجاوز، وهذا من حقه بالعكس الأفضلية إليه، أيضا يجي ننطيه استمارة، والاستمارة تدقق. الشروط بسيطة جدا، إنه اللي مشمول إنه ما عنده قطعة أرض أو دار سكن باسمه أو بأسماء أولاد القاصرين، يعني أولاد الكبار إذا باسمهم ماكو مانع، يعني مثلا رجل فقير وعند ابنه عنده بيت ما له علاقة هذا، إن إحنا ننطيه وننطي، إذا رجل عنده بيت مثل ما عنده بيت أو أولاده ما عندهم قطع أراضي هم ننطيهم. وبالفعل وزعنا هسه حاليا وزعنا حوالي 1000 قطعة في منطقة بتشير، وإن شاء الله الأسبوع الجاي راح نوزع 530 قطعة في منطقة الدهنة بالمنصور. وأنا من خلال برنامجكم أدعو كل الأخوة اللي مشمولين بهاي الضوابط، يعني ما عندهم قطعة أرض من الأيتام أو الأرامل أو الفقراء من غير الموظفين ومن غير الشهداء ومن غير السجناء السياسيين، أقرب بلدية يروح يستلم استمارة، يملي هاي استمارة يسلمها ويرجعها لدار البلدية، إحنا ندققها وبالتالي نرفعها الدولة ورئيس الوزراء يصادق عليها. والأكثر من هذا، احنا ان شاء الله بالاسبوع الجاي استقدمنا حوالي اكثر من 70 شركة عالمية للبناء الجاهز. شوف دولة رئيس وزراء طموح بالتسلسل، اول مرة سوينا قطع اراضي، هسة دولة رئيس وزراء حتى هاي الاراضي قال الاخوان يعني ننطي قطعة ارض هو ما عنده امكانية يبنيها، شنو الفائدة؟ اسلمه قطعة ارض، بس هاي القطعة ارض ما راح يقدر يسوي بها شيء، ولا انا حليت ازمته ولا خلصنا احنا من المتجاوزين وهاي المناظر البشعة والعشوائية. او قد يكون حتى اللي عنده إمكاناته بسيطة من راح يبنيها يشوه المعلم الحضري. شوف الحس المتنوع لدولة رئيس الوزراء، فقال شو نسوي؟ استخدمونا عروض لشركات عالمية، لكن شركات عالمية للبناء الواطئ الكلفة،
هم احنا نخفف عن كاهل المواطن ما نخليه يبني، هم راح احنا من بني بنايات كثيره العدد. نعم. راح كل كلفته وايضا ايضا راح نبني بناء سريع في زمن قياسي. اريد اعرف الوقت اللي راح يتم بانجاز هذه المجمعات للمواطن. يعني المواطن العراقي مل 10 سنين مو المواطن الصراعات، احنا نريد سرعة هذا الموضوع يعني حتى نخلص ايضا من هذا المنظر البائس اللي نشاهده يعني بلدنا. يعني بغداد بغداد الف ليله وليله، يعني مو معقوله هاي العشوائيات. ما يخالف اي، بس وضع ظرف العراق حاليا يختلف عن الظروف البلدان المستقره او الازمان القديمه. لكن ماكو بالاجتماعات ما يخالف زمن او فتره معينه لتحديد او بناء هذه المجمعات. إيه هذا سؤال جيد، خلي جاوبه. اللجنة توزيع الأراضي أكملت مهامها، هي أنها حاليا قطع أراضي، وإحنا نستهدف طبعا بغداد وبالمحافظات. بغداد 50,000 قطعة سكنية، وفي المحافظات تصل إلى مثلا 300,000 أو 400,000 وحدة سكنية، يعني بمعدل نوصل يجوز 500,000. بس ترى مو بالهين أنت تبنين 500,000 وحدة سكنية، رقم مهول. ترى ماكو بلد يبني بهيج إلا فد إمكانات ضخمة. مع هذا سوينا ميزانيتنا 155 مليار. ما لها علاقة إيه، بس مو خلينا خصصنا ميزانية. ما وين وينهم يلا ما مجلس النواب ويطلعون يقولون المواطن دعم المواطن، خلينا نسوي له بنى تحتيه، خلينا نسوي له شو، بعدنا ما مودين يصيحون باقوا، بعدنا ما مسوين شيء يطعنون، ما يخلونك يشتغل. يعني كل ما حد يخلي للاسف الشديد لو يعملون بصمت ويسكتون وياخذون مهام احسن من ما يصيحون على يا اللي يجي يصيح. حتى المواطن بينه وبين المواطن الاخر ايضا يصير مزايدات، وهاي سببها الفضائيات للاسف، وسببها يعني اتحمل المسؤوليه. إيه؟ الفضائيات لا مو احمل المسؤوليه، لا بس من يعني بصراحه عدم المهنيه بالموضوع. يعني هسه شوف فضائيات العالم الاوروبي او العالم، ما يسوون هيك مواضيع ويسوون ويحرجون ويحرضون، ما لها علاقه. ولا شفت انا بالبرلمان الاوروبي واحد طلع ينتقد خدمات، ولا البرلمان البريطاني، عندهم قضايا خاصة سياسية ما حد يتدخل بالخدمات المؤسسة. إذا صار تدخل يصير كتاب من البرلمان للحكومة، رئاس الحكومة يقولون بينوا لنا إجراءاتكم، مو يطلعون شهرون بسين وبصاد وبالوزير الفلاني والعلاني. هاي مو صحيح، إخوان ما ينبين البلدين. يعني أنا مع احترام للإخوان، يجوز هم قلوبهم محروقة ويجوز هم يشوفون خطأ واحتمال أكو خطأ، بس مو يعالج بهذه الطريقة. رجاء خلوا المؤسسة الخدمية تشتغل، وإذا عندكم أنتم كمجلس نواب أو كجهات رقابية أو كجهات سياسية خاطبوا الجهات المعنية. المشكلة الحكومة التنفيذية ومجلس النواب، يعني لا الحكومة التنفيذية متعاونة مع مجلس النواب ولا مجلس النواب متعاون مع الحكومة التنفيذية. أنا رجال تنفيذي ما يعني ولا محلل سياسي حتى أقول، بس يعني خلينا نرجع لك على المبادرة الوطنية للسكن. حاليا إحنا استخدمنا شركات، ان شاء الله 30/11 هذا الشهر احنا نلتقي بكل الشركات، هيئنا قطعه ارض حتى نثبت جديه في بغداد. لا، هيئنا قطعه ارض خاصه بينا بامانه بغداد مساحه 10 دونم. هاي شو نسوي هاي المساحه؟ اريد نعرف مكانها في بغداد. خل انا خلص اجيك انا غير واضحه. هيئنا قطعه ارض خاصه بامانه بغداد، راح تجي الشركات اللي هي دعيناها تقريبا اكثر من 70 شركه عالميه، شركات هنديه، شركات ايرانيه، شركات كوريه، شركات ماليزيه، بولنديه، عربيه، من كل دول العالم، حتى شركات عراقيه مسويه جوين فينشر ويا شركات عالميه. ما فتحنا الباب على مصرعه وخاطبنا وزاره الخارجيه، تخاطبنا السفارات، وخاطبنا مسجل الشركات حتى الشركات المتخصصه تجينا، وخاطبنا هيئه الاستثمار الوطنيه حتى تجينا الشركات المتعاونه وياها. جبنا جتنا قدمت لنا شركات، دعيناها اعطيناها دعوات، وايضا اعطيناها متطلبات ومستلزمات المبادره. نعم. الوطنيه للسكن والسكن. احنا ننتظر 30/11 نغلق نجمع الشركات. الشركه اخوان اللي عنده جديه تعال ابني لي نموذج نسوي سامبلات. حيينا هسه قطعه ارض. نعم. ساويناها، وطبعا المساحه هي مال البناء 150 متر لا تتجاوز عن لا تقل عن 60% من المساحه، يبني لنا نماذج. احنا نسوي راح يصير لنا مثلا تجينا 10 شركات او 20 شركه، كل شركه أيضاً كل شركه تبني لنا نموذج او نموذجين او ثلاثه حسب الاوبشنات اللي هم يطرحوها. نجي نفتتح المبادره الوطنيه للسكن، اللجنه موجوده، دوله رئيس الوزراء يجي يشوف، نختار النموذج الانسب والامثل وما يتلائم والبيئه العراقيه، طبيعه المجتمع العراقي،
مفردات العائلة العراقية ونختار هذا النموذج، نجي نتفاوض مع الشركة اللي هي نختارها ونختارها بأنسب الأسعار، ونرجع لو بنعوم السعر ونرجع لشركات باقية اللي يريد يبني مثل هذا النموذج وبهذا السعر وبهذه الطريقة خلي يجي ونوزعها على باقي الشركات حتى نضمن الشفافية. سيد نعيم، انت اخترتم الأراضي في بغداد؟ الأراضي عندنا في بغداد عندنا 12 موقع سلمنا داخل بغداد لو بالأطراف؟ لا، أطراف بغداد وقسم منهم داخل بغداد وقسم مناطق مميزة، مثلا بالمنصور منطقة مميزة، بالمنطقة قبل 2/10/13 بقلب بغداد منطقة مميزة، لدينا منطقة بالمطار ومنطقة في الشعب ومنطقة في مدينة الصدر خلف السدة الشمالية ومنطقة في على بغداد جديد، يعني مناطق مميزة ومنطقة بالدورة. عندنا حاليا 12 منطقة، يعني نقدر نأمل هسه حاليا بالوقت الحالي أكثر من 20,000 وحدة سكنية فقط في داخل مدينة بغداد. هسه احنا كلها فرزناها حولناها بأسماء مدينة بغداد، جردناها سوينا لها تسوية بصدد تسليم يعني سندات حتى نطمن المواطن، طبعا هذا بتوجيه من دولة رئيس الوزراء، نطمن المواطن انه احنا عمل جد، لأن كثير من الجهات تشكك ولحد الآن تشكك انه احنا نطينا سندات ولحد الآن الناس تشكك تقول سند مبدئي جتنا بعض الشكاوي. سند سيد نعيم سند يقول هذا سند مبدئي وليس سند موقع به رئيس وزراء العراق، مو موقع به نعيم عبد الله، سند موقع به رئيس وزراء العراق اللي هو يمثل العراق كله سند. واحنا هسه إضافة إلى هذا السند جتنا المعاملات ودولة رئيس وزراء قال روجوا، لأن هناك إشكال بالقانون، يعني احنا ما عدنا بالقانون المجاني فلازم ببدل، يعني حتى اللي الحكومة تنطيب 10,000 دينار حتى هاي رئيس الوزراء ما قبلها، قال ما يسلمون ولا بدينار، فقلنا له ما عندنا هاي الصلاحية لازم تنعرض على مجلس الوزراء، قال يكتبون ونعرضها على مجلس الوزراء حتى نحصل انه هاي الأرض مجانية وبدون بدل، فكتبنا ومجلس الوزراء يصوت عليها حتى نرجع انه نعطيها لهم بدون بدل، وليس فقط بدون بدل انه نبني لهم وحدات سكنيه بما يتناسب مع العيش الكريم للشخص والفرد. ان شاء الله ان شاء الله سيد نعيم انه كل عراقي إن شاء الله يكون له بيت داخل العراق، بالتأكيد له وطن داخل بلده، يعني هو واحد من عندنا ويجب ان نساعده لانه هو جزء من بلدنا، من الشاعر يقول هذا ابن البلد وابن العراق، صحيح ابن البلد وحق عليه، لان باكر من يحتاج البلد يدعو اول من، او صدقيني اول من يلبي نداء البلد هاي الشخصيات وهاي النماذج مو غيرها. أكيد سيد عبوب، عندنا لقطة بسيطة لامرأة، خلي نشاهدها خلي نشوف. وين أروحان؟ فدوى لعيونكم، وين أروحان؟ غرقانة، قرض لا عدي، فراش لا عدي، صوبة لا عدي، بيتشان لا عدي، مرة أنا مريضة، شوفنا فحطت، فحطت ما بي مريضة، مريضة بعد عينية الكم ياتي الكم الشحالي عندكم، والله ما حد تعالى شوفوني، شوفوا بيتي، بيتي غرقان، والله وهنا نمت ماكو، هنا نمت، حتى تمرض صارت قحة هنا بلا عيني، ما أقدر أحس فحط قلبي، ما أقدر وين أروح أنا وين أمشي، ما عدا حد يعيني، عندي ولد اثنين وما متزوجين وما عندهم شغل، وين أروح أنا؟ شلون والله تقولوا ثانية نبكي، ثانية نصرخ، ثانية نحكي، وين نروح؟ نسافر نمشي بكيفكم، يلا خلنا نسافر، والله كل ما تلبس عبايتها وتمشي، بنات العراقيات يطلعن يمشي، ما أن أحد، ما أن أحد يا بعد قلبي، ما أن أحد غير الله وغيركم، ما أن كل حد ما عدنا بعد قلبي، بعد عين الغرقان ما حد له حاية بي، والما عدة ما حد له حاية بي، ونصورون يمشون كل شي ماكو، بيتي فيضان كل سنة والله أغرق بهذا البشار، كل سنة لا عد غراض إشياء بكومة، تردون تشوفونها تعالوا شوفوها الغرف متروسة، كل شيء ما عد، والله مرة كبيرة ما أقدر من الليا وقلبي بلا عيني، ما أقدر بدوى لعيونكم بعد ما أقدر أتكلم، أنا لها سحد العان، أنا بايتة بالحسينية والله، وخلف الله عليهم يطون فراش وأغطى من يمهم، حتى لا صوبة عدي، لا شولة عدي، لا أغطى عدي، لا كل شيء بلا فراش عدي، هنا أنا من طون فراش وطون أغطى ودف، وين أروح أنا وين أنا غير على الله وعليهم، وين أمشي إيه أنا هنا بطرق العبي، وين نروح؟ ألا بكيف أمي يعني خلونا نطلع، خلونا نطلع، أنا ما أريد العراق، ما أريد العراق، خلنا نطلع ونروح، وين ما كان أرض اللي تاخذنا وين نروح أنتي؟ ما نضل هنا نغرق نموت، والليلة هم راح تينا مطر الساعة 3 فوق المطر هذا، وين أروح أنا؟
وين اروحان؟ والله ما عندي فراش، كلها المقومه بالقاع على ترجل تشوفونهم، تعالوا صوروا اخشاب كلها دبيتها، نفط لا عندي، صوبه لا عندي، شوله لا عندي، لا عندي كادود، من وين يشتغلون؟ وين يرحون؟ في البلع عيونكم بعد ما اقدر من قلب مريضه حساسيه براسي. هذا اليوم مثل ما تعرف برنامجنا هو برنامج طيبه اهلنا. نعم. من عرضنا هذه الحالات صدق سيد نعيم هو الهدف التكافل الاجتماعي. أكيد. أكيد ناس تعرضوا إلى مأساة حقيقية. هذا اليوم نحتاج إنه نقف وياهم، نحتاج التكافل الاجتماعي. ومثل ما شاهدت هذه المرأة البسيطة اللي تتحدث، اجتنا الفضائيات وصورتنا وماكو واحد ساعدنا، مشوا عافونا. نحن نحتاج هذا اليوم نمد إيد العون والمساعدة. العدد كبير من هذه العوائل الفقيرة المحتاجة. هذا اليوم تكاتفنا والتكافل الاجتماعي في برنامج طيبة أهلنا راح نوصل مساعدات لهذه العوائل. أكيد هي مساعدات بسيطة جدا، لكن تقدر تساعد العوائل في منام، في ملابس، في صوبة مثل ما تحدثت تشتريها. أريد أعرف إيش يقدر أمين بغداد نعيم عبعوب هذا اليوم يتبرع للعوائل العراقية اللي تعرضت إلى كوارث بسبب الأمطار. نحن ما نحمل جهة معينة، لكن نقول بسبب الأمطار الغزيرة اللي غزت بغداد. شو أخت هيفاء، قبل مسألة التبرع هي مسألة إنسانية، هي ما تحل فد مشكلة للأسف الشديد، هي ما تحل مشكلة، ولكن يجب أن يعني أنا أحيي طبعا البرنامج وطرح المشاكل الناس وتبني همومهم، وهي رسالة للمسؤول أو رسالة للدولة حتى أنه تراعي هذا. ولكن يعني بصراحة أنه أيضا هناك إجراءات حكومية، خاصة حاليا تشكلت لجنة وأمانة بغداد معنية بهذا الموضوع بتعويض المتضررين، يعني إذا الحجية أو الناس المتضررين من جراء الأمطار، هناك لجان أيضا تشكلت ويراجعون داخل أمانة بغداد؟ داخل لا يعني الدوائر البلدية يراجعوها، وتشكلت لجان برئاسة معالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ الأخ محمد السوداني، وأيضا عضوية مدراء عامين من أمانة بغداد، وأيضا من المجالس المحلية اللي موجودة في بغداد، حتى وهناك صدرت لائحة أو قوائم باستمارات تنملي اللي متضررين حتى يعوضونهم. هذا نقطة. أيضا اللي أخت السبتة قالت أنا ما عندي وما عندي وما عندي، صحيح، بس أعتقد أيضا شبكة الحماية يعني أنا من خلال الإحصائيات اللي أتابعها هناك تقدم كبير وملحوظ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لكن هذا اليوم هو كارثة. يعني نحن يعني نتحدث أنت عن أنت هسه أنت بنفسك قلتي كارثة، فالكوارث يعني هذه كل يعني من صار عصير وصارت كوارث، يعني لازم تهرع كل الناس وحتى نجدتهم والتخفيف من معاناتهم. أكيد أنا يعني أتبرع، وسبق أن تبرعت قلت لك، يعني سبق أن تبرعت أيضا. سيد نعيم، موضوع فقط نحتاج التكافل الاجتماعي، ودعوة إلى كل رجال الأعمال، المسؤولين، البرلمانيين، السياسيين، الخيرين، أنه يتبرعون لهاي الناس الفقراء. والله نحتاج تكافل اجتماعي. تكافلنا الاجتماعي الموجود راح نحل يمكن مشاكل ناس عديدة بعراقنا الحبيب، لكن هم أرجع للسيد نعيم عبعوب لازم تتبرع. فالشي ترى ما يشكل يعني نحن 6 ملايين يعني أنا أنطي خجلا يعني خجلان من أتبرع، المفروض أكثر وأكثر. ومع هذا يعني إحنا إن شاء الله نهم أيضا نحقق فرص عمل للناس اللي ما عندها فرصة عمل. ونحن أيضا ندعوهم خلال طيبة أهلنا أنه يذهبون إلى بالضبط اللجنة، اللجنة اللي موجودة، لجنتين، لجنة توزيع الأراضي يروحوا للدوائر البلدية اللي مشمول بالضوابط خلي يراجع، ولجنة المتضررين من جراء الفيضانات وهي الأزمة الأخيرة أيضا يراجع للدوائر البلدية حتى يسجل ونطي حقوقه. وأيضا عندنا إن شاء الله فرص عمل، بلك الله سبحانه وتعالى يوفقنا أنه نعين هاي عوائلنا الفقرة، وإحنا يعني بصراحة نقول نعطيهم خجل يعني هم يستحقون أكثر، ولكن هذه الإمكانات. وأعتقد أنه الوضع إن شاء الله يصير أفضل. سيد نعيم، برنامج طيبة أهلنا راح يتبرع 40 عائلة مبلغ مالي. سيد نعيم عبعوب أمين بغداد شارك بهذا المبلغ، مبلغ 6 ملايين دينار، راح يروح هذا المبلغ والمبلغ المخصص من برنامج طيبة أهلنا إلى 40 عائلة عراقية تعرضت إلى كارثة الأمطار الغزيرة اللي غزت بغداد والمحافظات العراقية. نحن نقول أمطار غزيرة غزت بغداد، وإن شاء الله تتكاتف الجهود وجهود المسؤولين لمساعدة هذا المواطن العراقي اللي عول عليكم كثير سيادة الأمين.
أكيد يعني إحنا يعني أيضا ندعو يعني المواطن العراقي أيضا أنه يلتزم بالأنظمة والضوابط الخاصة خاصة بالاستخدامات البلدية حتى لن تنسد شبكات المجاري، من يستخدمها استخدام صحيح راح ما تنسد شبكة ولا تسبب لنا مشاكل، من ما يتجاوز على شبكات وخطوط المي والمجاري أيضا راح يخفف العبء وأنه نقدر نوفر له خدمة. يعني أمانة بغداد هي مؤسسة خدمية ساهرة على خدمة المواطن، لديها أيضا بالتأكيد إمكانات محدودة، يريد التعاون والتكاتف وإحنا بخدمتهم. يعني إحنا أصلا هي مؤسسة أمانة بغداد مؤسسة خدمية وجدت لخدمة المواطن. شكرا جزيلا مرة ثانية أمين بغداد. شكرا جزيلا لكم. شكرا. شكرا. مثل ما عودتكم برنامج طيبة أهلنا مساعدة العوائل الفقيرة والمحتاجة، أكيد هذا اليوم وصلت إلى الاستديو المواطنة زمن، اتصلت بتليفون البرنامج اللي موجود أسفل الشاشة، وأكيد برنامجنا طيبة أهلنا راح يساعدها ويساعد كل العوائل الفقيرة والمحتاجة. أهلا وسهلا بيك زمن في برنامج طيبة أهلنا. من قلبك الله يسلمك. أنا أريد أعرف شنو ظروفك. والله ظروفي يعني تعبانة، اتصلت بالبرنامج يعني على الله وعليكم، ابني ذاك اليوم يعني توفى وشغل ماكو، فش نسوي؟ اتصلنا بالبرنامج. يعني توفى حادث؟ اي نتل ومات، يعني هو كان المعين إلي. بالفيضانات اللي لا لا مو بالفيضانات، النتل بالتيل ومات. الله يرحمه. الله يسلمك. النتل صارت رطوبة، النتل ومات. الله يرحمه. الله يرحمه. أكيد برنامجنا يساعدك ويساعد كل العوائل الفقيرة والمحتاجة. هذا اليوم إليك مساعدة من برنامج طيبة أهلنا 2.5 مليون دينار عراقي. زمن أتمنى أنه دائما برنامج طيبة أهلنا يتواصل وياكم ويساعدكم هذا المبلغ، وتحياتي إليك حبيبتي. تسلمي لي وينطيكم عمر وعافية، خليكم إن شاء الله أنه يحمى الله والديكم. تسلمين حبيبتي. شكرا إلى جيتك برنامجنا. يحفظكم إن شاء الله ويخليكم. شكرا جزيلا. تسلمي لي. وهذا اليوم أيضا حضرت إلى الاستديو المواطنة سلمى، اتصلت بالتليفون البرنامج اللي موجود أسفل الشاشة، وأكيد برنامجنا يساعد كل الناس المحتاجة. هذا اليوم نرحب بيها، وأيضا دعوة إلى كل الناس اللي تحتاج العونة وتحتاج إلى المعونة المالية أن يتصلون بتليفون البرنامج اللي موجود أسفل الشاشة، وأيضا عندنا استعداد أنه نساعد المواطنين اللي يحتاجون مساعدة من محافظاتنا العزيزة، عليهم أن يتصلون بتليفوننا أو بالمراسلين اللي موجودين في جميع محافظاتنا العزيزة. أهلا وسهلا بيك سلمى في برنامج طيبة أهلنا. أنا أريد أعرف شنو ظروفك. أنت اتصلت بتليفون البرنامج طبعاً. وأكيد هذا اليوم سعيدين أنه نساعدك ونمد لك إيد العون والمساعدة. بس عندي عون إن شاء الله. إن شاء الله اليوم برنامجنا يمد لك إيد العون والمساعدة. أنا مريضة، أنا تشعلني كثير من أمنا، عندي أدفع إيجار ما عندي، ما أدفع أنا هذا الشيء، أنا مستني مية أدفع ما عندي. أمي ضيّر يوم بيشتغل يوم بيشتغل. عندك راتب الرعاية؟ لا ما عندي، أنا رجل متوفي ما عندي في الصراحة أسوي، يعني ما عندي مالكية أسوي في الصراحة ما عندي. يعني أكيد المعاملة تحتاج إلى فلوس. ما عندي، ما عندي، يعني من أجيبها يا ربي كم فلوس بس يتم حالتها المرض ما عندي. عندي الله وكهن طيبة وهن ان شاء الله نساعدك. امواج غاليه وعزيزه علينا. انا قلت كان ما اعرف شيء، ابني يوم قاعد يشتغل يوم ما يشتغل. ان شاء الله ان شاء الله نساعدك ومدلك ايد العون والمساعده، وانا ايضا راح اساعدك من خلال انه ترويج معامله لك حتى تحصلين راتب الرعايه الاجتماعيه. نتمنى انه وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه تهتم بالفقره، بالناس اللي تحتاج هذا الراتب. صحيح الراتب قليل 125 ألف، لكن هذا الراتب يساعد هواية ناس محتاجة مثل سلمى. إن شاء الله نساعدك في هذا الموضوع. هذا مبلغ مالي من برنامج طيبة أهلنا، وإن شاء الله يكون لك مساعدات أخرى من البرنامج. شكرا جزيلا لك.
وحضر إلى الاستديو هذا اليوم المواطن عبد الحافظ، وأكيد سعيدين أن نساعد عدد كبير من العوائل الفقيرة والمحتاجة. وهذه دعوة من برنامج طيبة أهلنا، اتصلوا بينا على التليفون اللي موجود أسفل الشاشة لمساعدة عدد أكبر من العوائل اللي محتاجة، واللي موجود بالمحافظات يقدر يتصل بمراسلينا أو أيضا بتليفون البرنامج، وأيضا نقدر نوصل له المعونة المالية إلى المحافظات اللي يسكنون بها. أرحب بك هذا اليوم برنامج طيبة أهلنا، وأكيد سعيدين أن تكون باستديو طيبة أهلنا. أنا عرفت أنه جيتك للاستديو كانت شوية صعوبة عليك بسبب العوق مالتك، شنو ظروفك؟ أريد أعرف. والله ستايفا أنا معوق، قصوا رجلي بالكامل من أداء سكر، وعندي قلب وما عندي راتب وعاطل عن العمل وساكن بالبيت، وهاي العربانة أخذتها من عم هذا الولد اللي اجى أبو زوجته جابني بيها، ما أقدر أشتري عربانة، وتوفى زوجتي صار 9 أيام. يلا يرحمه، موعك عزيزة علينا عمو، موجودين الطيبين والخيرين إن شاء الله يسمعون صوتك وإن شاء الله يساعدوك، وإن شاء الله يكون إلك راتب. يعني أنت مواطن عراقي ومن حقك يكون إلك راتب بهذا البلد اللي ميزانيته 155 مليار، إن شاء الله يكون إلك راتب. ما تقصري. هذا مبلغ من المال إلك من برنامج طيبة أهلنا، ولو مبلغ بسيط، لكن هذا المبلغ إن شاء الله يساعدك، وإن شاء الله نساعدك أيضاً بمبالغ أخرى من المال. هذه دعوة إلى كل الناس الطيبين، إلى رجال الأعمال، إلى الناس الميسورين الحال. أتمنى أن تمدون إيديكم للمواطن العراقي، للمواطن الفقير البسيط اللي يحتاج العونة والمساعدة. خلي تتكاتف الجهود بيناتنا حتى نساعد الناس الطيبين المحتاجين. لا تعولون على المسؤولين والبرلمانيين والسياسيين، خلينا نتعاون بيناتنا. أتمنى أنه الكل تحضر لطيبة أهلنا برنامجنا، ويساعدون الفقراء والمحتاجين والمساكين. هذا مبلغ من المال، وأيضا لك عربانة مع المعاقين إن شاء الله نساعدك، ودائما نكون لك عون، وعون لكل الفقراء والمحتاجين. هذه العربانة هسه يجيب لك هي زميلنا علي. الله وعديك، ما تقصني، بارك الله عليك، الله يرضى عليك. هذه العربانة، وإن شاء الله نبعث سيارة وصلك أنت والعربانة على مود الوضع. أنا أعرف وضعك الصحي تعبان، صعوبة كثير حضرت إلى البرنامج. الله يسلمك، بارك الله بك، ما تقصري. وأنا من يتابع التلفزيون والله يقول يا ربي حتى هي الله يرحمها، قالت بلد تشوف منها. الله يرحمه. دموعك عزيزة عمو علينا، إن شاء الله إن شاء الله نساعدك، إن شاء الله الناس. والله جيت أيام ألف ما تصومون معي، يا قهر القهر قاتل. إن شاء الله يسمعون صوتك الطيبين، الناس الخيرين، مدون إليك يد العون والمساعدة. والله لا تقصرين علينا، الله يرضى عليك. إن شاء الله نساعدك، إن شاء الله برنامجنا عون لكل الطيبين، الناس المحتاجين. الله يرضى عليك، رحم الله والديك، بارك الله بيك، وما تقصرين، أم الكرام، ونشكرك ونشكر قناة الرجيم على مساعدة الفقراء، وبارك الله بيكم، يكثر إن شاء الله من أمثالكم. أعزائي المشاهدين، تواصلوا معنا من أجل تقديم العون لجميع المرضى والمحتاجين، وابعثوا حالاتكم وتقاريركم الطبية على إيميل البرنامج حتى تأخذ حقها من الاهتمام، ونحقق لأصحابها أمنياتهم للعلاج في أفضل مستشفيات العالم، أو تقديم المعونة المالية للمحتاجين منهم، فتواصلوا معنا. إليكم الأسماء اللي تم ترشيحها من قبل المنظمة العالمية في الأمم المتحدة من خلال برنامج طيبة أهلنا، وكل أسبوع هناك أسماء جديدة. الاسم أحمد محمد سالم من محافظة البصرة، سيتم علاجه في أمريكا. سالم محمود خلف من محافظة كربلاء، سيتم علاجه في كندا. سهير عاصم علي الصفار من محافظة بغداد،
سيتم علاجها في ألمانيا. كاظم عباس مطشر من محافظة الديوانية سيتم علاجه في أمريكا. سلوى محمود عباس من مدينة الصدر بغداد سيتم علاجها في ألمانيا. نعيم صالح عويس من محافظة الأنبار سيتم علاجه في أمريكا. علاء عبد العظيم هادي من محافظة بابل سيتم علاجه في كندا. وعد خالد عبد الله من محافظة الموصل سيتم علاجه في أمريكا. كريمة محمد الخالدي من محافظة صلاح الدين سيتم علاجها في أمريكا. خرشي شيرزاد منير من كردستان العراق أربيل سيتم علاجه في أمريكا. سوسن سالم البدري من محافظة الناصرية سيتم علاجها في ألمانيا. أعزائي المشاهدين، رسالة اليوم اللي راح نتحدث عنها في طيبة أهلنا نحكي هذه الواقعة عن الإمام علي عليه السلام، وهي متفق عليها، حيث أنه عليه السلام أيام خلافته كان حين يعمل في البيت يشعل الشمعة الخاصة ببيت المال، ومن ينتهي من العمل يطفي شمعة بيت المال ويشعل الشمعة الخاصة به ويقول أنا لا أريد العبث وتبديد أموال المسلمين، وهي شمعة عزيزي المشاهد فقط شمعة، يعني قيمتها جدا قليلة. نتمنى من كل المسؤولين أن يقتدوا بالإمام علي عليه السلام، يخافون على أموال البلد. في الختام يقول الكواكبي لو شاهد الظالم على جانب المظلوم سيفا لما أقدم على الظلم. بمحبة بدأنا وبالمحبة ننتهي، ما زالت نافذة الأمل مفتوحة، وإلى حكاية جديدة تحكيها لكم هيفاء الحسيني. إلى اللقاء. مثل طيبة أهلنا ماكو بالكون، إذا سايل يمور